Vale. السلام عليكم. صباح الخير دكتورة فاطمة. ازيك يا اسماء؟ ازيك؟ الله يسعدك يا دكتورة. الله يسعدك. يا رب يا رب دايما. دكتورة فاطمة، ممكن أسأل سؤال؟ عناية تفضلي. الله يسعدك دكتورة. في ناس أجلوا السيمينار، يعني إحنا كان المفروض يوم الخميس، يعني لسه في موعده. ثواني بس أشوف القائمة عندي. عموما هو 3 سيمينارات بس اللي تقدموا للحظة، موضوع الأوتيزم والألزهايمر والهيرينج لوس. لسه من اول البلايند او البلايندد تاريخ 11/8 لسه ما تقدمش، لا 11 ولا 15. انتوا كنتوا امتى يا اسماء؟ انتوا لسه 18 صح؟ نعم دكتور، المفروض الخميس على الجدول 18. الاربع يوم الاربع ده صح؟ هنشوف ان شاء الله. اعتقد هيبقى صعب ان انتوا، خليكوا على ميعادكم وخليكوا على جاهزيتكم واشوف الوضع بكره ايه نظامه. يعني لو قدرنا ان احنا ننجز في بكره فممكن يبقى وارد ان انتوا تكونوا على الاربعاء، اما لو كان لا فهتترحلوا للحد اللي بعده. يعني هيبان في ضوء بكره ايه النظام. ماشي ان شاء الله. شكرا دكتوره. العفو، الشكر لله. لا انا دكتورة، يسعد صباحك يا رب. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. دكتورة، هل بدنا نعطي سيمينار ولا ناخذ محاضرة؟ أنا هقول لكم الثواني. لا هديكم محاضرة. أها. هديكم النهاردة محاضرة علشان خاطر حد سيشن واحدة بس. تمام؟ علشان أستفيد بالوقت النهاردة للمحاضرة وبكرة إن شاء الله يبقى سيمينار. أها، يعني اليوم ما في تقديم. لا لا النهارده لا، بكره ان شاء الله. يعني ممكن من بكره وبعده نعوض كل اللي فات. تمام ان شاء الله، يعطيك العافيه. ربنا يعافيك. بس عشان اطمن ان احنا ماشيين في الماده. اها بشكل مظبوط لحسن نتفاجئ باي تغيير على الجدول او باي موعد للامتحان ان شاء الله. دكتوره اغلبك، يعني احنا سيمينار اليوم اجلونا لبكره، اجلتينا لبكره. انتوا هقول لكم بالنسبه للسيمينار، موضوع اللي كان المفروض ان النهارده بيكمل مجموعه اكرام، تمام، اللي هم ما خلصوش لسه امبارح، ومجموعه محمد نواف وحمزه لاخره، كل المجموعه دي اللي هي كوميونيكيشن ويز بلايند، وموضوع الايدز النهارده برضه. فيعني كان على الاقل كنا هنخلص موضوعين ولا حاجه، بس هاجلهم لبكره ان شاء الله. خلص ان شاء الله، يعطيك العافيه. زكريا انت مواعيدك، انت مع مين؟ انت ميعادك امتى اصلا؟ انا اليوم انت النهارده 16. صح. لا مش طبعا، لا ومش احتمال يكون بكره كمان. يعني خليكم جاهزين في كل الاحوال. اللي هم جاي معاهم اوريدي، خليهم جاهزين في كل الاحوال. ماشي، انا مجهز حالي دكتوره. نعم مجهز حالي باي لحظه. عارفه ربنا معاكم ان شاء الله. يعطيك العافيه. يا رب يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلامنا عن الكونسبت اللي في إطار بريدجز أو تعد بريدجز، اللي اتكلمنا فيها عن الكيرينج والتراست والإمباثي والماتشواليتي والكونفيدنشياليتي والفراسيتي.
بنكمل على كونسبت آخر عندي أو بعض من الكونسبت اللي في نفس الإطار اللي هو البنفيشنز. البنفيشنز جاي من بنفيت يعني معناها المنفعة أو الفائدة. طيب هذا الكونسبت ماذا يعني؟ is the concept of helping your client and avoiding doing harm. يعني هذا الكونسبت بمعنى إن أنا بساعد المريض أو بساعد الكلاينت اللي أنا بتعامل معاه بغرض إنه يتجنب أو تجنب تعرضه لأي أذى أو تعرضه لأي ضرر، حتى ولو كان مصدر الأذى أو الضرر أو الخطورة هو نفس الشخص. In a broader interpretation of this concept, the nurse bears a responsibility. هذا الكونسبت بيعني أيضاً إن النرس عليها مسؤولية أو بتتحمل المسؤولية to act as advocates for the client، على إنها بتعمل أو بتدافع عن الإيه؟ عن المريض أو عن الشخص اللي إحنا بنتعامل معه. طيب يبقى هنا هذا الكونسبت بهدف دفع جلب المنفعة أو تحقيق المنفعة ودفع الأذى أو الضرر. طب ندي مثال عليه عشان يتضح الأمر. يعني أنا عندي لو على سبيل المثال لو أنا عندي المريض بيتعرض لي أو بيدخل في حالات من أو أتاك من الأجريشن، يعني بيكون أجريسور أو أجريسيف من آن لآخر، هو أنا لما أمنع الأجريشن، لما أمنع حدوث الأجريشن من خلال السيطرة على الانبايرمنت ومتابعة المريض وإعطائه الفرصة للتعبير عن مشاعره باستمرار وبأخص منها السلبي اللي زي ما احنا اتفقنا بيعد حالة الغضب أو الأنجري فيلينج هي مقدمة لحالة الأجريشن، بيبقى إيه الهدف؟ إن أنا بعمل البريفنشن والإنترفنشن بالتسلسل المناسب في الوقت المناسب. وأنا لما سيطر على حاجة زي كده وأمنعها، مش أنا بمنع الحق الأذى بالمريض حتى لو كان هو نفسه المصدر؟ لأنه الشخص في حالة الأجريشن بيمثل دينجرس سواء كان لنفسه أو للآخرين أو للإنفايرمنت اللي هو فيها. مثال آخر، وأنا لما قيم المريض وألاقيه عنده suicidal ideation، يعني عنده أفكار انتحارية، وبالتالي هو الأفكار دي والتوجه للانتحار هيتحول لخطة، والخطة دي وارد أنه هو ينفذها بآلية معينة في وقت معين، ونجحت الخطة أو نجحت المحاولة دي، مش كده المريض هينتهي وهيموت نفسه وهيقتل نفسه؟ فإذا أنا لما بقيم وجود أفكار انتحارية أو اتجاهات انتحارية وبلاحظ المريض وبغطي ملاحظتي ليه طول الـ 24 ساعة، على مدار الـ 24 ساعة بأمن الـ environment اللي هو فيها، يعني بمنع وقوع المشكلة، فبالتالي أنا بحفظ هنا إيه؟ حياة المريض أو بساعده في منفعة، تحقيق منفعة وتجنب ضرر أو أذى معين. ده كونسبت. عندنا كونسبت آخر اللي هو الأوتونومي. يعني إيه الأوتونومي يا شباب؟ يعني ايه السلطة؟ يعني السلطة يعني انه الاستقلالية. هي جاية من الاستقلالية. ترى بيقرر بياخد قراره بنفسه. بيسمع هنقول اوجه الاوتونومي. هي فكرة الاوتونومي والاندبندنس معناها ان الشخص بيصل لحد الاستقلالية. طب الاستقلالية هنا مقصود فيها على مستوى ايه؟ أو على أي مجال أو أي جانب، على مستوى القرارات اللي تختص بيه تخصه، decision making power، إن يشعر الشخص إنه يمتلك من القدرة والمقدرة والقوة على اتخاذ قرار لأمور أو موضوعات معينة تخصه. يبقى decision making power the nurse support autonomy by leaving decision making to the client whenever possible and by supporting client decisions unless there is a chance of harm to client or others. مين يعقب لي على الجزئية دي؟ أو إيه اللي فهمه منها؟ أحكي؟ تفضلي هبه. يعني الممرضة تترك المريض إنه ياخذ قراره بنفسه وهي تدعم هاي القرارات. يعني تدعم قراراته إنه تجعل المريض ياخذ قراره بنفسه يعني. تمام. يبقى احنا بندعم هذا الجانب لدى المريض إنه حينما يتوفر المقدرة أو يتمكن الشخص من صنع قرار، تمام؟ ندعم هذه الجزئية ما لم يكن الشخص في حالة لا تؤهله لصنع قرار معين، لأن لو اتخذ قرار في حالة عدم مقدرة أو في وضع غير مستقر
على مستوى، على سبيل المثال احنا دايما بنقول ما ينفعش ناخد قرار واحنا في حالة عصبية، متنرفزين، متنشنين، متعصبين، متضايقين، حالة من عدم الاستقرار الانفعالي. لو الشخص اتخذ قرار في مثل هذا الموقف او في هذه الحالة، عادة القرار ما بيبقاش موفق. يبقى امتى احنا بندعم قدرة الشخص على ان يصنع قرار او يتخذ قرار لنفسه؟ حينما يستطيع، حينما يستطيع، عشان يكون القرار ناجح وموفق، ما يبقاش له اي تبعات او اثار سلبيه او اثار ضر عليه او على اللي حواليه. طيب عندي كونسبت اخر برضو، كل ده في اطار البريدجز، اللي هي امباورمنت. امباورمنت مين عارف معناها او ترجمتها؟ يعني ايه امباورمنت؟ يعني تمكين او القدرة. تمكين جاي من باور، يعني الشخص يشعر بالقوة والمقدرة، فبالتالي هو قادر مستطيع. فالامباورمنت اللي هو التمكين او الاحساس بالقوة واستقواء، معناها is assisting the client to take charge of his own life. يعني انا بساعد المريض ان هو يبقى متحمل المسؤولية او يتحمل المسؤولية في حياته، عن الجانب المهم فيها عن صحته. The nurse using interpersonal process provides the client with information, tools, resources that help him or her to build skills that can be used to reach the client health goal. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا علشان نمكن الكلاينت، ده معناها يعني نمكن الكلاينت، اي ان احنا نساعده ان يتحمل المسؤوليه عن حياته وعن الجانب المرتبط بصحته. ده هيتم من خلال ايه؟ هيتم من خلال علاقتي الانتربيرسونال بروسس، علاقتي مع المريض اللي من خلالها هزوده بالسكيلز والريسورسز والتولز اللي ايه هتمكنه من هذا. يبقى الشخص عشان يبقى مسؤول ويقدر يهتم بنفسه، يهتم بحياته، يهتم بصحته، محتاج أدوات، محتاج إمكانيات، محتاج اكتساب مهارات، تمام، محتاج معلومة. فبالتالي إحنا مهمتنا من خلال علاقتنا بهذا المريض إن إحنا نزوده بكل هذه الإمكانيات اللي هتمكنه من هو إيه يبقى مسؤول. الامباورمنت از ان امبورتنت ايم ان افري نيرس كلاينت ريليشن شيب، مهمه جدا في كل علاقاتنا مع المرضى بتوعنا. ليه؟ لان اكدت الدراسات على انه كل ما الشخص يبقى مسؤول ويبقى انفولفد، يعني كل ما الشخص يبقى مشمول اكتر ومشارك بالشكل الايجابي او محاط بالشكل الايجابي، كل ما بيكون الاوتكم بيكون افضل. لان حتى يمكن في مثل دارج بستخدمه في هذا الموضع، المثل باللغه الانجليزيه ان هو ايزي كم ايزي جو، كل ما ياتي للانسان بسهوله ممكن عادي خالص هيروح بسهوله ومش هيزعل، مش هيزعل عادي. ولكن لما احنا بيكون لينا مشاركه ومشارك بدورنا ومقوم بدورنا بالشكل الايجابي والشكل الفاعل والنشط، كل ما بيبقى فيه جهد كل ما ده بيأثر على الاوتكم وبيكون افضل، وبيكون الاوتكم افضل وبيستمر المده اطول. فالاوتكم الهيلث اوتكم بتتاثر بهذا الكونسبت اللي هو من خلاله احنا بنشجع المريض ان يبقى مسؤول، انه يبقى متحمل المسؤوليه. ده هيتم ازاي؟ هنمكنه ازاي؟ من خلال اكسابه اثناء علاقتنا بيه، اكسابه بالعديد من المهارات والادوات والامكانيات والمعلومه اللي هو في حاجه اليها. اتا بيرسونال ليفل empower the clients feel value. على مستوى الشخصي كمان، كل ما الشخص يحس بالتمكين أكتر، بأن عنده قدرات وعنده مهارات وعنده معلومة، تمام، كل ما هيشعر أكتر ويشارك بناء على كده بالشكل الفعل والنشط، كل ما هيشعر بالتبعية منه له قيمة. يعني إحنا عادة لما بيبقى لنا دور معين بنقوم به وبننجح فيه وبننجزه، كل ما نحس أكتر له تأثير على السلف استيم بالنسبة لنا، على تقديرنا الذاتي، فبالتالي هيشعر الشخص انه له قيمه مش متلقي سلبي. وبناء عليه ايضا ادوبت للسكسسفول كوبينج ميثودز، وكمان هيكتسب من خلال هذا الكونسبت الطرق التكيف الناجحه اللي هي بالشكل الايجابي للتعامل مع الضغوط والتحديات والصعوبات المختلفه اللي بيواجهها. اند ثينك بوزيتيف، حتى نمط تفكيره هيبقى بالشكل الايجابي، تفكيره كمان ده هينعكس على تفكيره، هيبقى تفكيره ايجابي بناء. الامباورمنت هاز تو دو وذ بيبل باور ان هيلبينج اور كلاينت
take control of their life زي ما احنا اتفقنا. يعني الشخص بيكتسب قدرة، بيكتسب قوة، بيستطيع، بيصل لحد الاستطاعة من خلال اكسابه العديد من الملكات والقدرات والمهارات، فبالتالي بيقدر ان هو يبقى مسؤول. We identify and build on their existing strengths. احنا لازم في اثناء علاقتي مع المريض زي ما احنا بنحدد مع بعض المشكلات والاحتياجات، بنحدد بالمقابل دي القدرات اللي بيبنى عليها. يعني من المفترض ان من نظرتنا الايجابيه للمريض انه بالرغم من ايا كان وضعه ايه او ظروفه ايه او مشاكله ايه، الا انه مازال محتفظ بقدر معين من القدرات. نشوف نص الكوبايه المليان زي ما بنقول، القدرات اللي عنده دي انا بزود عليها او انا ببني عليها. الامباورمنت از بيربوس، هذا الكونسبت له غرض زي ما احنا اتفقنا. It encourages client to assume responsibility for their own health. ان احنا بناء على هذا الكونسبت بنشجع مرضانا على انه يتحمل المسؤولية. ما هو المريض مش هيفضل ان هو طول الوقت dependent على الآخرين، لا، لازم يصل لمرحلة يبقى independent وعلشان يقدر يتكيف مع مشكلته، بالأخص لو كانت كرونيك، ويقدر يبقى عضو فاعل في المجتمع ويعيش حياته ويضمن مرضه وعلاجه ضمن حياته، ويقدر ان هو يصل لمرحلة التأهيل. فده معناه انه لازم يبقى مسؤول، لازم يبقى مسؤول عن نفسه، مسؤول عن مشكلته، ازاي يتعامل معاها، يجنب نفسه التعرض لمضاعفات معينة، يلتزم بنظام العلاج عشان ما ينتكس. كلها بتعتمد على إحساس الشخص بالمسؤولية تجاه نفسه. However, failure to allow client to assume personal responsibility or failure to provide him or her with appropriate resources or your ongoing support undermine empowerment. يبقى الامباورمنت معناها ان الشخص يبقى متحمل المسؤوليه تجاه نفسه وهيصل لحد الاستطاعه زي ما احنا اتفقنا بناء على تمكينه من خلال اكسابه اثناء علاقتنا معاه، اكسابه المهارات والقدرات اللي بحاجه اليها. اي سؤال او استفسار؟ اي سؤال يا جماعه؟ دكتوره اتفضلي يا اسماء. دكتوره، وهذا طبعا بيعتمد على الدافع الداخلي، يعني داخل الموتيفيشن. طبيعي، صح. الموتيفيشن ده الاساس في كل حاجه على فكره يا اسماء. الموتيفيشن الانترنال موتيفيشن تحديدا، ان الدافع يبقى نابع من الشخص نفسه وعنده قوه دافعه مناسبه وعنده اللي بيتحدد على اساسها الهدف والمساعي. ده شيء مهم جدا لاداء الشخص. يعني احنا ما بنقومش باي شيء او ما بنقديش لاي شيء لما يكون عندنا قوه نابعه من داخلنا او قوه دافعه من داخلنا. اي استفسار؟ طيب، اي سؤال او استفسار؟ سلامتك دكتوره، واضح. يا ربي يخليك. طيب بنكمل. احنا هنا لغايه هنا خلصنا الكونسبت اللي هي معنيه بالبريدجز. بندخل في الكاتيجوري الاخر من الكونسبت ايضا، ولكن تحت مسمى باريرز. بارير هنا يعني انا بتكلم عن معوقات. يعني ايه معوقات؟ يعني بعض المفاهيم اللي ليها تاثير سلبي على علاقتي مع المريض، يعني بتؤثر بالسلب على الكوندكشن اوف نيرس كلاينت ريليشن شيب. There are many barriers that affect the development of nurse client relationship. ضمن هذه البارير احنا هنتكلم عنها بالتفاصيل، عندي الانكزايتي، ليها تأثير سلبي في على علاقتنا أو مع المريض. الستيريوتايبنج كونسبت آخر هنتكلم باستفاضة عنه. اللاك أوف بيرسونال سبيس، الديستانس بيني وبين المريض، تمثل أيضا بارير آخر. بس مش هي دي بس البارير المقصودة، لا، في عندي باريرز أخرى نابعة من الانفايرمنت أو من الكلينيكال انفايرمنت اللي إحنا فيه. ضمن هذه الباريرز التالي: lack of consistent assignment of nurse to clients and increased use of temporary staff such as flux. مين يعلق لي على السطرين دول او يقول لي ايه اللي فهمه منهم؟ احكي؟ اتفضلي. يعني دكتوره، انه مثلا لما بيظل مثلا تغيير الموظفين بشكل مستمر، او ممكن ياثر كمان على العمليه. يعد بارير. التغيير هنا عندي ان مفيش assignment ثابت لي، او احنا عارفين ان النيرس كلاينت ريليشن شيب، الثيرابيوتيك ريليشن شيب، بتمر بمراحل، وكل مرحله مرتبطه باللي قبلها واللي بعدها، وكل مرحله وليها تاسك معين. فمعناها وده الاطار الاساسي لعلاقتي مع المريض، ان هي تايم ليميتد، يعني محتاجه وقت معين. تمام. طيب ايه اللي هيحصل بقى في حال ان انا عندي في بعض الاقسام، بالاخص مثلا نقول الاقسام زي الميديكال سيرجيكال، بيبقى فيها حاله من الابتزاز بالمرضى،
داخل القطاع أو داخل المستشفيات الحكومية أو المستشفيات العامة فيها عدد كبير من المرضى. لو الريشيو مش مناسبة أو مش مكافأة ما بين عدد الستاف في شفت معين وبين عدد البيشنس، إيه اللي هيحصل؟ هنلاقي إن في بعض الأقسام بتستعين بتكمل الحاجة من أقسام أخرى، بتكمل الحاجة للستاف أو من الستاف من أقسام أخرى. فاللي جاي لي ده جاي إيه اسمه فلوس، يعني جاي temporary staff، يعني staff جاي يقضي شفت معين بشكل مؤقت خلاص. فهنا في علاقة مستمرة؟ لا ما فيش علاقة مستمرة، ما فيش علاقة، هتمر بمراحل مختلفة وهتستغرق وقت أو مدة زمنية معينة. يبقى lack of time can result from low staff ratio، يبقى عامل الوقت. طيب ايه كمان ضمن البارير؟ ان البرايمري كير بروفايدرز اوفن كونسترينت تو فوكس جاست اون ذا تشيف كومبلين تو ماكسمايز ذا نمبر اوف كلاينت سين. الورك لود هيفي، ورك لود، عبء العمل بالاخص في بعض الاقسام ممكن يبقى العبء ده على مستوى الكوانتيتي او كوانتيتيف، على مستوى الكم، يعني الريشيو مش مكافئه ومش مناسبه ما بين عدد الستاف في شيفت معين وبين عدد المرضى. او ممكن يبقى عبء كواليتيتيف، عبء نوعي، عبء عمل نوعي في بعض، زي بعض الارياس، زي الاريا اللي هي بنتكلم عنها الاي سي يو او السي سي يو، تبقى نوعيه العمل هنا او ضغط العمل هنا نوعي لطبيعه الحالات. طيب لما يكون في عندي الريشيو ما بين الستاف وبين الكلاينت مش مكافئه او مش مناسبه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الهيلث كير بروفايدر كل تركيزهم على ايه؟ على تكنيكس معين او على كومبلينت معينه عشان يقدروا يغطوا اكبر عدد من المرضى في وقت معين، لكن التركيز على العلاقه بتفاصيلها طبعا ما بيكونش وارد. الأذر سيستم باريرز انكلود كوميونيكيشن كونفليكت، بارير أخرى زي وجود صراعات على مستوى الهيلث بروفيشنالز، على مستوى التيم، أو مشكلة أخرى ليها علاقة بالكلينيكال انفايرمنت اللي هي متمثلة في الفيزيكال ارينجمنت، السيت اب نفسه بتفاصيله. These barriers limit the nurse's ability to develop substantial rapport. وجود هذه البارير من clinical environment سواء كان على مستوى عدم تكافؤ في نسبة الكلاينت للستاف والاستعانة بستاف بشكل مؤقت لتغطية القسم في توقيت معين أو في شفت معين، عامل الوقت، وجود conflict، عامل الphysical environment مواش أو set up مواش مهيئ بالشكل المناسب. كل هذه البارييرز تؤثر على طبيعة العلاقة أو تؤثر على العلاقة زي ما احنا اتفقنا بالسلب، العلاقة بين النيرس والكلاينت. Adequate time is essential to develop therapy to communication، عشان نقول علاقة ناجحة، علاقة علاجية وتواصل علاجي ناجح، ده بيعتمد في المقام الأول أو واحد من العوامل اللي بتنجحه الوقت الكافي أو عامل الوقت. ليه الوقت تحديدا والاستريس عليه؟ لأن ده اللي هيمكننا من إيه؟ To achieve effective care responsive to client needs، عشان نقدر نقدم الـ effective nursing care المطلوبة اللي تلبي احتياجات المريض. للحظة أي سؤال؟ أي سؤال؟ معايا يا جماعة؟ تمام دكتورة، واضح. هنتكلم بقى عن أول بارير تم ذكره في البداية بالتفاصيل شوية، هنتكلم عن الأنكزايتي. الأنكزايتي لما ندي introduction أو نتكلم فيها الباك جراوند كالتالي، تعريف الأنكزايتي هو is a vague resistant feeling of impending doom، يعني هو شعور غامض، شعور قد يكون مستمر، إن الشخص في هذه الحالة هو anxious، بيشعر إن هو بينتهي، بيوباد، يعني إحساس أو شعور بنقول إن هو unpleasant feeling أو dysphoria، يعني حالة من عدم الارتياح، حالة من عدم الاستقرار، حالة من عدم الانبساط. تمام؟ الانكزايتي is a universal feeling، يعني شعور عام، محدش فينا ما بيقلقش، وعلى فكرة اللي ما بيقلقش خالص ده شخص برضو مش طبيعي،
لانه الطبيعي ان احنا نقلق بس بكميه معينه او عند مستوى وقدر معين، لان القلق بمستوى معين اللي هو تحديدا المايلد ليفل اوف انكزايتي ده اللي هيخلينا ان احنا نبقى مستعدين وفي حاله وعندنا خطط وحاطين اجنده للمهام اللي مطلوبه مننا والمسؤوليات اللي مطلوبه مننا وهكذا. فاذا الانكزايتي بشكل عام هي يونيفرسال فيلينج، نو وان كان فولي اسكيب ات، ما فيش اي حد فينا، ما فيش اي حد على وجه الارض يقدر يقول انا ما بقلقش، واللي ما بيقلقش زي ما احنا اتفقنا ده نموذج يدل على او وضع يدل على ان الشخص مش طبيعي. الامباكت اون سيلف، تاثير الانكزايتي على السيلف على الانا او على النفس از اولويز انكمفورتبل. الانكزايتي تعد انمي للشخص، عدو للشخص، تمام؟ الانكزايتي عند مستوى معين لما تدخل في اطار ان هي مشكله والمستوى بيزيد بتهدد، في هذه الحاله تهدد سلامه الشخص. فبالتالي هنا it occurs when a threat، احنا امتى بنقلق؟ لما يكون انا عندي في الحقيقه او حتى على مستوى التخيل بشكل real or imagined في موقف معين انا هدخل فيه او هتعرض له وبيمثل لي خطوره، خلاص؟ to once self concept is perceived، يبقى الانكزايتي بتحصل لما الشخص يدرك موقف على مستوى الواقع او حتى على مستوى التخيل هذا الموقف بيمثل له خطوره او بيمثل له او بيأثر على السلف والسلف كونسبت، على الانا او على النفس ومفهوم النفس بالشكل اللي بيمثل خطوره او تهديد. الانكزايتي از يوجوالي اوبزرفد ثرو فيزيكال اند بيهيفيرال مانيفيستيشن. للانكزايتي ظواهر او برزنتيشن سواء كان على الجانب الفيزيكال، تمام، في أعراض أو ظواهر أو مظاهر معينة تفيد أن الشخص في حالة من الأنكزايتي يبتدي يعاني من سوماتيك كومبلين. والله الشخص في حالة الأنكزايتي نشوف الفيتال ساينس عنده كلها متلخبطة، الهارت ريت وضعيه، حالة من الأريزميا، الريسبيريشن كذلك، البلاد بريشر برضو مش مستقر، على مستوى الفيس بيكون في حالة من البالور أو البيل فيس، وجهه شاحب. في ناس لما بتقلق من أنها تقعد تعضعض في شفايفها وتقرقض في أظافرها، في increase the frequency of urination، في مشاكل في elimination، في dry mouth، في حالة من perspiration، التعرق والتعرق الزيادة، كلها اسمها إيه؟ في إطار الظواهر البدنية أو الأعراض البدنية للأنكزايتي. وطبعاً كل ما الأنكزايتي بتزيد كل ما هذه المانفستيشن بتزيد في السيفيريتي، إلى أن يصل الشخص لحالة من البانيك أتاك، بيتوقف عمل الشخص كلياً ويصل لحالة من الباراليزيس. مش بس في مانفستيشن على مستوى الجانب الفيزيكال، كمان على مستوى الجانب البيهيفيرال والسايكولوجيكال، على مستوى السلوك، سلوك الشخص في حاله الانكزايتي هنتكلم فيها طبقا للليفلز المختلفه، برضه بيتغير سلوكه بيتغير. انا عندي اكتر من ليفل للانكزايتي زي ما احنا اتفقنا، كل ليفل هنبتدي نتعرف عليه وناخد ونتعرف على الجوانب المرتبطه بيه، امثله السنسوري بيرسبشن، ادراك الحسي للشخص في حال الانكزايتي شكله ايه، ادراكه او الوعي الحسي شكله ايه، الكوجنيتيف اند كوبنج ابيليتيز وضعها ايه، قدرات الشخص سواء كان على مستوى التكيف واتباعه لطرق تكيف معينه او على مستوى المهام والوظائف المعرفيه والذهنيه وضعها ايه، اند بيهيفير اند manifest behavior وسلوكه كمان شكله ايه. طيب اول ليفل هنتكلم عنه المايلد انكزايتي. الانكزايتي دايما لما باجي اتكلم فيها بشبهها بكميه الملح اللي احنا بنحطها في الاكل. لو احنا ما حطيناش ملح للاكل هيبقى طعمه حلو؟ هيبقى طعمه كويس؟ لا، هيبقى عادم، صح كده؟ هنقدر ناكله؟ مش هنبقى مستطعمينه، مش كده؟ طيب يبقى النوع انكزايتي خالص يعني شخص لا مبالي. الله ينور عليك، جبتي من الاخر. يبقى على مستوى السلوك هنقول ده شخص انديفيرنت او كيرلس، اللي هو احنا ممكن احكي شغله؟ نعم دكتوره، ممكن احكي شغله؟ قولي تفضلي. دكتوره انا يعني قبل الامتحان بحس اني بعطش كثير، دي ظواهر يعني الانكزايتي، ريق بينشف زي ما بنقول، حاله جفاف في الباب، بحس بحاله عطش مش طبيعيه. دي من ظواهر الانكزايتي، تمام؟ دي اعراضها، اعراضها البدنيه تحديدا. طيب فاذا الوضع الطبيعي ان احنا نقلق، طب الغير طبيعي ان احنا ما نقلقش خالص. ده لما الشخص ما يقلقش خالص ويجي مثلا، وده للاسف الواحد بيلاقي بعض النماذج دي بتيجي قبل الامتحان بنقول بسويعات تسال على ماده الامتحان. طب انت كنت فين من قبل؟
يعني اصل ما فيش حاجة بنتعرض لها فجأة، احنا من بداية السنة واحنا عندنا الاجندة وعندنا التقويم بتاعنا اللي بيوضح ان في والله من منطلق الفولو اب في كويزز في توقيتات معينة، في تيست او في اكزامينيشن في توقيتات معينة، فبالتالي علينا ان احنا ايه خاصة مع تعدد المسؤوليات والادوار اللي احنا بنقوم بيها والمفروض نأديها لازم يبقى عندنا تايم مانجمنت تمام كتكنيك، ويبقى عندنا سيت للبريوريتيز ان احنا عندنا ندير وقتنا ونشوف ايه الاولويات. يعني انا دلوقتي عندي اولويه معينه او عندي شيء معين بيمثل اولويه، ممكن في وقت تاني بيعاد ترتيب الاولويات بيبقى في تاسك اخر هو اللي اكثر اولويه وهكذا. فبالتالي الشخص اللي هو لا يعاني من الانكزايتي ده حد مش طبيعي، اللي هو حد احنا بنلقبه بان هو كيرلس يعني مش مهتم او اندفرنت لا مبالي. هندخل بعديها للمايلد انكزايتي. المايلد انكزايتي هنا بقى بنتكلم عن الجانب المشرق للانكزايتي اللي هو ايه المستوى البسيط اللي هو بيعرف بشكل اخر الموتيفيشنال فورس، او بمعنى اخر يعد الموتيفيشنال فورس القوه التحفيزيه. القوه اللي هي معناها ايه بقى اللي هو احنا ايه انا عارفه والله ان انا عندي اختبار في توقيت معين، عندي تاسك في وقت معين المفروض او ريكويرمنت معينه مطلوبه مني، عندي عندي انترفيو همر بيها او هجتازها، فلازم نبقى احنا ايه بناء على هذا المستوى من الانكزايتي ان احنا يبقى عاملين اعداد مسبق، يبقى محضرين وحاطين أجندة لينا بأهداف معينة وبتتساوى مع أو عشان نحقق الأهداف دي عندنا قدر معين من المساعي وهكذا. فإذا المايلد أنكزايتي بتعرف بيه الموتيفيشنال فورس اللي هي القوة الدافعة أو القوة التحفيزية. طيب يبقى ده الإيه؟ ده المستوى اللي مطلوب. السنسوري بيرسبشن الادراك الحسي للشخص اللي في حاله مايلد انكزايتي بيكون شكله ايه؟ احنا اتفقنا قوه تحفيزيه يعني ايه؟ يعني بتزيد من قدرات الشخص مش تعيق، تزيد من قدرات الشخص. فبالتالي على مستوى الادراك الحسي حواس الشخص وضعها ايه؟ بتزيد. هايتنس وانس اويرنس، يعني انت لما تبقى واخد الامور بقدر من المسؤوليه وعندك التزام فبتحضر المحاضرات، وانت في اثناء حضورك للمحاضرات بتبقى مشغل كل حواسك، مفعل كل حواسك على اعلى درجه علشان مش عايز حاجه تفوتك لا على مستوى السمع ولا على مستوى الرؤيه ولا اي حاسه من الحواس اللي لدينا يعني. فبالتالي هنا على مستوى السنسوري بيرسبشن بالنسبه للمايلد انكزايتي الادراك الحسي لدى الشخص بيكون في اعلى مستويات. في انكريز اكيوتي اوف هيرنج زياده في حده السمع، الفيجن انت مركز قوي مع اللي بيتعرض او مركز قوي مع اللي بيتقال، السمال التاتش كل الحواس على اعلى اداء. الكوجنيتيف اند الكوبينج ابيليتيز بالنسبة للمايلد انكزايتي قدرات الشخص التكيفية وضعها ايه؟ والذهنية الوظائف المعرفية الميموري والاتنشن والكونسنتريشن والاورينتيشن والبروبلم سولفينج والديسيشن ميكينج والجادجمنت شكل كل هذه المهام وضعها ايه؟ بتزيد. لان احنا اتفقنا المايلد انكزايتي هي قوة دافعة بتعلي من اداء الشخص. فانهانس بروبلم سولفينج ليرنينج بروبلم سولفينج الشخص قادر على ان هو يتعامل مع المشكلات ويجد لها من حلول. انكريزد ابيليتي تو ريسبونس قدرة الشخص على الاستجابة والوصول لحد التأقلم اند ادابت تو تشينجينج ستيمولاي موجودة بتزيد قدرة الشخص على ان هو يستجيب مع المتغيرات من حوله وان هو يصل لحد التكيف والتأقلم. بمعنى اخر enhanced functioning يعني اداء الشخص الوظيفي عالي. البيهيفير سلوك الشخص في حال المايلد انكزايتي بيتصرف ازاي؟ عايش ازاي يعني؟ عايش عادي خالص، بياكل، بينام، بيمشي، بيتفاعل مع الاخرين، ولكن في حاله كده اسمها ايه؟ قدر كده من الريستلسنس. يعني حاله من عدم مايلد ريستلسنس يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي اختبار كمان كام يوم، يعني مثلا هقول كمان اسبوع. لو انا في العادي بنام 8 ساعات ولا 10 ساعات في اليوم وبصحى براحتي في توقيت معين، لا قبل كل ما بيقرب الامتحان بلاقي عدد ساعات نومي بتقل شويه عشان بالمقابل عدد ساعات دراستي تزيد. بلاقي لو انا بصحى الساعه 8 9 من النوم لا هلاقي نفسي بصحى ساعه الفجريه. ففي حاله كده ايه من عدم الاستقرار اللي تخلي او بتدفع الشخص ان هو يهتم بادائه. Active listening
على مستوى الليسننج او على مستوى البيهيفير ان الشخص لسنر واكتف او لسن بشكل اكتف ان هو بينصت فعلا علشان يحصل على المسج كامله ما فيش حاجه تفوته اند اتندنج بيهيفير وحتى او اتندنج كويشن حتى اثناء طبعا الاكتف لسننج هينم عنه او هينتج عنه ان الشخص بما انه منصت ومصغي بالشكل الفعل والنشط اي سؤال ليه اي سؤال اثناء الدسكشن او اثناء المحاضره ده معناه ان الشخص حاضر ومنتبه وبيواصل ومصغي لكل اللي بيتقال فسؤاله يعكس كده. في ناس يا جماعه معلش عفوا لما بتيجي تسال هي عايزه بس تبان ان هي حاضره او تبان ان هي متابعه سؤالها ممكن يكون كان متجاوب عليه من قبل بكتير قوي فيعني سؤال بس للعرض ليس اكتر ولا اقل. لكن الاتندنج كويشن ان انا لما اسال سؤال يفيد ان انا فعلا في حاله اهتمام وانتباه وتواصل من البدايه لحد ما لحد او لغايه ما انا بطرح هذا السؤال. اي سؤال او استفسار منكم؟ دكتوره دكتوره هو مش ممكن هذا الشخص اللي بيعاني من القلق انه مثلا يكون كمان تصل في مرحله انه يضع خطه لحتى يتجنب العوائق مثلا من البدايه هو القدر اللي بالقلق قدر القلق اللي بالمستوى ده يخلينا نبقى في حاله تاهب واستعداد. يبقى انا من يبقى انا عارفه من البدايه ان انا في ريكويرمنت معينه هاديها في وقت معين ابقى جاهزه لها جاهزه لها قبل بوقت كافي حاطه اولويات في حياتي حاطه عامله اجنده باهداف مخطط لحياته يعني. تمام نعم دكتور خلينا ربنا يخليك يا اسماء خليني اخد انا النهارده معلش يعني هديكم سيشن واحده عشان عندي عقبال عندكم توجيه عشان ابقى ايه ان شاء الله بكره بنعوض اي فوضى. الف مبروك دكتوره ربنا يخليك ربنا يبارك ربنا يبارك من ولادك دكتوره نعم من ولادك بنوتي الحمد لله والشكر لله عقبالكم يا رب الف مبروك يا دكتوره ربنا يبارك لكم واشوفها زيكم كده ان شاء الله مبارك مبارك دكتوره الله يبارك لكم الله يبارك لكم يا رب ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. خليني اسمي الله معانا اسماء نعم دكتوره مرام نعم دكتوره اروى هبه النعيمي نعم دكتوره موجوده اياد فاطمة نعم دكتورة جعفر جملة. موجود دكتورة موجود جملة مجد معك دكتورة ماشي حبيبتي موجودة دكتورة محمد صبحي محمد موجود دكتورة محمد فرحات موجود دكتورة رنيم سعيد سماح أحمد جمال معك دكتورة ماشي أحمد جمال الدكتورة آلاء عبد الحفيظ معك دكتورة حذيفة موجود دكتورة إلهام حسام نعم دكتورة رنيم الرومي زكريا نعم دكتورة شاكر فداء فهيمة دكتورة معك فداء نعم دكتورة معي قصاي لينا مرح ميامين نعم دكتورة نعم دكتورة هبة ايوه هبة عبد الله موجودة دكتورة دكتورة انا مرح مرح قلت مرح يا حبيبتي ما تقلقيش طيب رهف موجودة دكتورة حد ما سمعش اسمي يا شباب ويا بنات لا دكتور بس في رنين دكتورة خلاص يا حزيف أنا قلت قصي النادي دكتور رنين سيد موجودة بس بتحكي المايك معطل مين؟ رنين سيد أو سيد بدريش زي هيك حكت اسمها سيد سيد؟ رنين سعيد رنين رنين لا خلاص رنين وخلاص طيب أوكي وقصي خلاص اطمن لقاءنا بكره كنا من اهل الدنيا ان شاء الله وكل اللي عنده سيمينار واتاخرنا فيه شويه يبقى جاهز بكره باذن الله نكمل معاه استودعكم ربنا يعافيك يا رب ربنا يعافيك ربنا يعافيك ان شاء الله تعالى واياك شكرا سلام نعم حبيبتي قولي ايه الهام قولي ايه بدنا حلوان نجح بنتك طب ماشي يا الهام كل ده في التسجيلات علامات خلينا نطلع معنا تعجبنا مش لصالحكم
ان شاء الله ان شاء الله. انا الحلوان اللي انتوا بتجيبوا علامات بقى مش ان انا هو ده الحلوان الحقيقي. الف مبروك دكتوره. ربنا يبارك فيك. ربي يحفظك يا دكتوره. وبل عند الجميع ان شاء الله يا رب بامر الله تعالى. اللهم امين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. Thank you.